بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفق وأعان وألهم الفكرة لأحسن الكلام، وليس هناك أفضل من انشغال بالقرآن فبه نحيا وعليه نموت، ونسأل الله تبارك وتعالى حسن الختام. ثم أما بعد، نتابع مع القرآن تدبر وعمل، ومع الصفحة رقم 31 الجزء الثاني سورة البقرة. معاني الكلمات، قوله تبارك وتعالى: أشهر معلومات، هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، رفث الجماع ومقدماته القولية والفعلية، فضل رزقا بالتجارة، أفضتم من عرفات، دفعتم بعد غروب الشمس، راجعين من عرفات. الوقفات التدبرية: أولا، كيف يكون حج المؤمن مبرورا؟ قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال القرطبي رحمه الله: قال الحسن: الحج المبرور هو أن يرجع صاحبه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. ثانيا، بين عناية القرآن الكريم بالكلمة الطيبة والبعد عن الكلام السيء. قال تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. قال القرطبي رحمه الله: تحريض وحث على حسن الكلام مكان الفحش، وعلى البر والتقوى في الأخلاق مكان الفسوق والجدال. ثالثا، لما خص الله تبارك وتعالى أولي الألباب بالأمر بتقوى. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال الطبري رحمه الله: وخص جل ذكره بالخطاب بذلك أولي الألباب، لأنهم هم أهل التمييز بين الحق والباطل، وأهل الفكر الصحيح والمعرفة بحقائق الأشياء التي بالعقول تدرك وبالألباب تفهم، ولم يجعل لغيرهم من أهل الجهل في الخطاب بذلك حظا. رابعا، من ترك السبب فليس بمتوكل، وضح ذلك من خلال الآية. الآية قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال ابن عطية: نزلت الآية في طائفة من العرب كانت تجيء إلى الحج بلا زاد، ويقول بعضهم: نحن المتوكلون، ويقول بعضهم: كيف نحج بيت الله ولا يطعمنا؟ فكانوا يبقون عالة على الناس، فنهوا عن ذلك وأمروا بالتزود. خامسا، لماذا بين الله تبارك وتعالى جواز التجارة في الحج بعد النهي عن الجدال؟ قال الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال الألوسي رحمه الله: لما نهى الله تبارك وتعالى عن الجدال في الحج كان مظنة للنهي عن التجارة فيه أيضا، لكونها مفضية في الأغلب إلى النزاع في قلة القيمة وكثرتها، فعقب ذلك بذكر حكمها. سادسا، لماذا قرن الله سبحانه وتعالى الذكر بالدعاء، ولماذا بدأ بالذكر؟ في قوله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا الآية. قال الألوسي رحمه الله: وقرن سبحانه وتعالى الذكر بالدعاء للإشارة إلى أن المعتبر من الذكر ما يكون عن قلب حاضر وتوجه باطن، كما هو حال الداعي حين طلب حاجة، لا مجرد التفوه والنطق به. وبدأ سبحانه وتعالى بالذكر لكونه مفتاحا للإجابة، ثم بين جل شأنه أنهم ينقسمون في سؤال الله تبارك وتعالى إلى من يغلب عليه حب الدنيا فلا يدعو إلا بها، ومن يدعو بصلاح حاله في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصنف الثاني ممن يدعون بصلاح الحال في الدنيا والآخرة. سابعا،
كيف يحاسب الله تبارك وتعالى الخلق على كثرتهم؟ قال الله تبارك وتعالى: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قيل لعلي رضي الله عنه: كيف يحاسب الله الناس على كثرتهم؟ قال: كما يرزقهم على كثرتهم. التوجيهات: أولا، المدركون لمقاصد العبادات هم الأحسن علما وتربية وخلقا. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثانيا، كما تهتم بالأسباب المادية كالطعام والشراب، اهتم بالأسباب الشرعية كصلاح القلب وتقواه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين. ثالثا، لا تحقرن من المعروف شيئا مهما صغر، فالصغير في عينك قد يكون كبيرا عند الله سبحانه وتعالى. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. العمل بالآيات: اللهم أعنا على العمل بما نعلم يا رب العالمين. أولا، استعن بالله تعالى وضع خطة زمنية مالية توفر فيها احتياجاتك المالية وتكف بها نفسك عن ذل السؤال، مع الحرص على ألا تشغلك عن أوامر الله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ثانيا، استغفر اليوم بعد كل عبادة وعمل صالح اعترافا بالتقصير وجبرا للنقص، واجعلها صفة دائمة لك. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. ثالثا، أكثر اليوم من الدعاء الوارد في الآية الكريمة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.